إعلامية جميلة وقدمت في مجال إعلام، نقدر نقول زميلة راقية دائما في كل ما قدمتها في العالم الإعلامي، وهي بنت فنان جميل نحبها كلنا. اليوم معانا زميلتنا من المملكة الغالية مملكة البحرين، الزميلة نور الشيخ. حياك الله وتقبل طاعتك. يا هلا والله، مبارك عليك ما تبقى من الشهادة، ونورتينا. تسلمين. وناسة شعور حلو لما برمضان نشوف ضيوفي عينا من البحرين. والله وناسة ان انا في الكويت. اناسة يضحكون علي. لا وناسة مو اناسة، انا اكون في الكويت. يعني بالنسبة لي الشعب الكويتي اموت عليه، والكويت بالنسبة لي دلفي ثانية، خلاص تعودت عليها على اهلها، فبالعكس انا وايد سعيدة ان اكون وياكم اليوم. احنا بعد نحب البحرين واهلها اكيد. تسلمون. حياك الله، منورتنا اليوم في غابة الحمراء. الإعلام ليش وخرتي عنه؟ والله أوكي، لما كنت أقدم برنامج صباحي، لأن ما كنت وايد مهتمة أن أنا أكون مذيعة، صار بالصدفة، لا أؤمن بالصدف بس صارت صدفة. تميت 5 سنوات أقدم برنامج صباحي، بعدين حسيت أنه اكتفيت، خلاص عطيت اللي أنا عندي، كنت أبي أتجه إلى الأخبار، فتركت تلفزيون البحرين واتجهت إلى قناة أخبارية. حلو. كانت توها جديدة، فدربنا على الأخبار لمدة 1.5 سنة تقريباً. لظروف ما تسكرت القناة، بس لأن عقودنا كانت ماشية معاها، فما قدرت أن أطلع في ولا مكان. فلها السبب يعني. لا بس اللهجة الكويتية نورها. بس بقولك تعرفين هاي أكثر سؤال يجيني، سؤالين، شنو عدساتك مو عدسات، وليش صحتين كويتي؟ أقول لهم زين أنتوا رجعوا حق أبوي، أبوي ما يتكلم بحريني اللي نشوفه في المسلسلات، مو كلنا نتحدث كذي. نتكلم نقول إيه لا يعني فينا نتحكى إيه لا يعني لا بس إنه ما نتكلم مثل اللي في المسلسلات. يمكن مو كلنا نتكلم كذي. إيه بس عندنا معتقدات إحنا إيه؟ إن لا البحرين كلهم يتحكون بال يعني شوية الكلام شوية الثقيل شوية. ويمكن لأن أبوي يعني من يوم ما إحنا صغار كان يقولنا يعني لا تطولون بالكلام، يعني اختصروا، وكان يضبط لنا لغويا. فيمكن احنا نحبك لا احبك لا. طبعا انا من اشد المتابعين لك بمواقع التواصل الاجتماعي بالسناب وبالانستغرام، بس انت مبدعه بالسناب. بس انا اكتشفت ان عندك سنابين. يعني هذا اللي انا انصدمت منه ترى مؤخرا اكتشفت هالموضوع. بس ما ادري هو تو جديد الموضوع، هو جديد يعني سويت سناب اللي اقرا فيه حق الاشخاص، يعني نقرا كتب ويا بعض، وسناب الثاني يقولون لي سوي البيوتي، سوي لنا ميك اب توتوريال. زين ليش مو نفس الاكونت؟ احس يضحك، احس تخيلي شكلي وانا اسوي كنتور قدام الرياييل، ما ادري انا بالنسبه لي يعني احس انه هو يتابعني عشان نقرا وياي الكتاب، فجاه قاعد اسوي كنتور واضعف الخلفيه يعني شخصيه ثانيه. لا احس يضحك يعني اتفشل. يمكن سويتي فكره انك تسوين اكونت خاص حق البيوتي اللي يبي يشوف المكياج بيوتيوب بيهتم بالثقافة وشري. بس هذا محجوب عن الشباب ها؟ والله أكثر ناس يسوونه فالو شباب، أقعدهم بلوك بلوك بلوك. أنتوا حين تضحكون على البنات إن ما عندكم سؤال المكياج، تسوون فالو حساب المكياج ليش؟ مو غلط إن هم يتثقفون يعني بالأشياء هذه يعني. الثقافة عادية. الثقافة عامة. الله يعطيك العافية. أنا جئت بالفترة الأخيرة قارئة نهمة من صح القول. ليش ما كنتي قارئة من زمان؟ لا لا ترى من زمان تقرأ. من زمان. وقلت أنا متابعتها من أيام اللي كانت تقرأ بخصوص التمويل والبزنس وأشياء، وكانوا كتب أجنبية وأنتي ترجمينها. صح. يعني هذه مبادرة حلوة منك بصراحة. بعد صار بالصدفة يعني. كل حياتك بالصدفة ما يصير. إيه كله بالصدفة. الحين اكتشفت إنه مو صدفة، بس كلها كانت صدفة. كنت مصورة الكتاب وكان يقولون لي زي الكتاب عن شنو، وأنا كنت أستحي أطلع على سناب شات. احس ما عندي سالفه يعني اطلع ايش اقول، فقلت ان هذه فقلت يعني شوي شوي، فطلعت يوم يومين قلت لا والله شنو السالفه يعني طبيعي يا نورمال. بديت اقرا كتب عن البزنس وبديت اشوف الناس مهتمه، بعدين بدينا نقرا عن اشياء ثانيه مختلفه، اشياء يمكن روحانيه اكثر، تنميه بشريه، شفت ان الناس قاعده تروح تشتري الكتب، قلت الله ممكن معقوله ممكن حسابي يخلي الاشخاص يروحون يقرون مره ثانيه، لان في الكتب وايد اشياء حلوه. حلو. يعني مؤخرا قاعد تقرين كتاب اسال تعطى. عجيب هالكتاب. فهذا الكتاب ما شاء الله خالص من السوق كله. اوت اوف ستوك. اي مو موجود يعني كل مكان في الكويت. وانت اللي انت ما شاء الله قاعد تشرحين فصل فصل يعني. لان الكتاب وايد رائع، حصه وايد 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 جميل، يخلي الانسان يكتشف انه هو يقدر يخلق تجاربه بنفسه، يتعرف على نفسه، يتعرف على القوه اللي بداخله. فكتاب وايد حلو. خلصتي؟ لا باقي شويه. حلو كلام جميل. على كثر القراءه اللي قاعد تقرينها ما شاء الله، وقاعد تلخصين ما تقرين للمتلقي في السناب شات او مواقع التواصل الاجتماعي، ما فكرتي يوم من الايام انه يكون لك اصدار ادبي خاص فيك؟ والله فكرت. حلو. وكتبت بعد عنوان الكتاب. شو اسم العنوان؟ بعدين
وقاعد أفكر بس مو الحين، أحس لي الحين أنا في مرحلة إن قاعدة أستوعب طريقة الكتابة، أشوف نور شلون تبي تطلع بأي صورة، خصوصا أنا كنت متوجهة للبزنس بعدين أشياء روحانية بعدين تنمية بشرية، فأبي أشوف الكتاب لما يطلع يطلع شنو. فلحين ما وصلت لي هالقرار. روحانية شنو يعني روحانية؟ يعني أشياء روحانية تقدر تقول شلون ممكن الإنسان يتجلى شيء أو ينادي شيء يتجلى مع ذاته، يعني مع ذاته حتى علاقته بربه، يعني شلون إن الإنسان خلقنا مو بس في أحسن تقويم، عطانا قوة بداخلنا جبارة، فشلون الإنسان يكتشف هالشيء مرة ثانية. قريت في قانون الجذب أعتقد مرة مرات بعد سألت بعد في نفس الطريقة عن قانون الجذب، بس اللي حبيت فيه إنه هو ما يتكلم عن قانون الجذب كالمعترف فيه اللي الناس تكلم عنه، لا تكلم شلون واحد لازم يتغير من نفسه، شلون إنه ممكن يحلم وإذا كان في إصرار وإيمان بالله سبحانه، يقين يقين ولا ذرة شك، يقين اسأل تعطى راح يصير، ادعوني استجب على طول. نعم اكيد. فهاي الناس مو فاهمه هاي الموضوع، فالكتاب يوضح لنا بطريقه ما ان انت بس لازم تكون على يقين. والله التنميه البشريه انا عندي تحفظ، لكن يبقى ان تخصص موجود ومؤثر حقيقه وله ارباب حقيقه. صحيح. يعني في عندنا صالح الراشد صحيح وايد تكلم عنه، تكلم عنه صح. زين يمكن يعني نور ترى من اكثر الناس ايجابيه، يعني تحف على الإيجابية كلها بالصدفة وين؟ لا 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 إلا الإيجابية مو أحلى شيء صدف، أحلى شيء صدف. أنت اليوم ترى مشاهدينا نور الشيخ اليوم صدفة وياك. صدفة والله مو صدفة، بس يعني اتصال واليوم أنا إبراهيم يقول صدفة. يا زين الصدف، أنا أحس أحلى الأشياء تصير اللي يعني مو محطة. أنا يشرفني بما أن ما نبي نقول صدفة، لا بما أنك أنت اليوم ويانا نتشرف إحنا كأسرة برنامج أنك ما تتقدمين ويانا. إي والله تم إن شاء الله تم تم. موت نامين ناس آخر مرة من قبل ثلاث سنوات. أنا من قبل كم سنة قدمت وياك صح آخر مرة في البحرين حصة قبل ثلاث سنوات طلبتها حق برنامج مقدم الرام صباح الخير كنت نقول محمد أنا ما أنا وايد أسفة والله حس بالدم، قلت أقول حصة مع مليم راح تقدم دم محمد لازم أعتذر منه. لا عزيزة إنزين أنت وايد قاعد تقرين هالكتب وقاعد يعني مثلا تشرحينهم حق الناس، بس شنو أكثر كتاب قريتي وحسيتي إنه قريب وحقق لك أشياء وايد أنت كنتي تبينها؟ اسأل تعطى هذا الكتاب، هذا أقوى واحد. يمكن اللي قبله بعد فكر وزة الثراء، مو يتكلم بس عن الثراء المادي بس الثراء الفكري، ويرجع بعد للإيمان وقوة الإيمان، فحبيت هاي الكتاب وايد أثر فيني. كتاب رباعية التدفق النقدي لكل شخص عنده بزنس مهم هاي الكتاب. آخر كتاب اسأل تعطى. يعني ما شاء الله قراية وإعلام وعندك مواهب البيوتي والمكياج، فشنو البيبي اللي قريب حق قلبك؟ يعني شو وين تلقين نفسك أكثر، بالقراية ولا بالإعلام؟ كل شيء. يعني أنا أحس من يوم ما دخلت سن 30 وأنا قاعدة أكتشف نفسي مرة ثانية، يعني ما أقدر طلعت من الإطار البوكس، صرت كل مكان ما أقول لا حق ولا شيء، أقول إي 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 يس يس يس، خلينا نشوف وين الحياة وين بتوديني وين بتجيبني وين بكون. بس أنت بأحلى شكل وين تكونين؟ تحسين أنا بأحلى طلة وأحلى مكان لما أقرأ. أحلى إبداع لما أقرأ تقرأين إيه. لما أقرأ للناس زين. إحنا لما نأكل نكون في أبهى صورتنا. إيه إيه. زين جميل، أنت تتبعين كاتب معين ولا الكتاب نفسه ما يهمك الكاتب منه؟ أهم شيء صير اتصال بيني وبين الكتاب. حلو. يعني لازم أكون في حالة شعورية معينة عشان أقرأ الكتاب، ما أقدر أقرأ بس لأن أبي أقرأ، لازم مزاج، لازم أكون في حالة شعورية. يعني مثلاً أحس بنقص، أو مثلاً مرة قريت كتاب لأن كنت أحس بضياع وحزن، فلقيت كتاب حسيت أنه قاعد يعالجني فقريته، فشفت أنه والله في بعد وايد ناس يمرون في هالحالة، فأسأل تعطى نفس الشيء في حالة معينة أقرأ، فيصير الاتصال بيني وبين الكتاب واقرا. حلو. الحين انت قاعد تقرين وما ما ما فكر او فكرتي انه بيكون لك اصدار، قاعد تقرين بالبزنس، عندك بزنس قاعد تسوي؟ اي عندي بزنس. قاعد تطبقين اللي تقرينه في هذا البزنس؟ اي وادى الى الغرض اللي انت تبيه. ادى. شنو البزنس؟ عندي محل ملابس فاشن بوتيك، بحكم دراستي درست تسويق في مجال الازياء، ففتحت البوتيك عشان اهرب من الوظيفه. بعد اكتشفت انه ترى نفس الشيء 24 ساعه لازم اجاوب. بس بالنسبه لي البزنس كان شيء كان يعالج ادمان الشراء عندي، انا مدمنه شراء اكثر من ان انا احب اشتري والبس، فقلت اعالج الادمان من خلال المحل، فاشتري وينباعون.
صح والله وايد فكرة حلوة. إذن في ناس مثلا تقرين ساعات كتاب وتشرحينه وتكونين أنت حابته، بس في أفكار تختلف مع أفكار الكتاب. فأكيد في مواقع التواصل الاجتماعي الآراء مختلفة. صحيح. فشلون أنت قاعد تردين عليهم أو شلون تقبلين هذا النقد أو شنو؟ أنا بالنسبة لي يعني ما يأثر فيني. لما أقرأ كتاب دائما أحط في بالي بأخذ الشيء اللي أنا راح أستفيد منه. بس في ناس في فئة وايد صغيرة ومعينة لما تقرأ كتاب تقرأ بقصد انتقاد الكاتب، يعني على قولت بوي ستايل عاوز أضيف. لا أنا ما أتفق معه. زي ما أنت تتفق معه، هو ما طلع الكتاب عشان تتفق معه، طلع الكتاب عشان تقرأ. توضحين هالفكرة هذه لهم ولا لا؟ ما تردين؟ ما أرد، لأن أنا هدفي إنه بس أقرأ واللي بيستفيد يستفيد. على طاري الوالد، بنحط لك صورة الحين. دائما سؤال يقولون إنه مو والد نور هو الفنان الكبير خالد الشيعي، نشوف الصورة حبيبي. الله يحفظها إن شاء الله. آمين. كوكوكي تشبهين أمك أكثر من ال... في ناس يقولون أشبه أمي أكثر، في ناس يقولون أشبه أمي. أنا قلت تشبهين أمك أكثر. أنا قلت تشبهين أمك شلون. الله يحفظهم إن شاء الله. الله يخليهم لك إن شاء الله. حبيبي. أنت بنت من بين خمس بنات. صح. كل البنات نور 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 ولا بس أنت؟ لا أنا غير. بس لأن كلنا بنات ف ولأن يعني أنا وخواتي، أنا وأختي مروة يمكن أول الاثنين، يعني بيننا سنة وشهر و11 يوم، فتربينا تربية عساكر، يعني كنا تربية شديدة. ما تطلعون تدرسون تجبلون قواعد والكتب المصرية القديمة الصعبة يعني. إيه. فأما الباقي لا دلع، بس لحين أبوي بالنسبة لنا صديقنا خاص يعني. يعني قبل يشدون عليكم تبون يبون امتيازات، الحين الصغار يشدون عليهم إن نجحوا. أنت ما شاء الله استفدتي من قراءاتك لما درستي بالغربة برا. أيه. شو استفدتي من الغربة؟ مسؤولية. مسؤولية وايد، مسؤولية مسؤولية نفسي، صحتي، أن أكون في أماكن معينة، أتجنب أماكن معينة، أكون فجأة بروحي. يعني متعودة أمي وأبوي وياكم، كان فجأة أنا ما أعرف أحد. فوايد استفدت من الغربة، وايد وايد وايد. وعقب ما رجعت أقول حقهم شلون كان لكم قلب تخلوني لكم برا أربع سنوات، بس وايد استفدنا. ساعات تشوفي اشوفك تحطين اطفال صغار معك بالسناب. بنات اختي، بنات اختي، وكل من عبالهم عيالي، ولان انا انا ربيتهم، لان اكثر شيء وياي هما، فكل من عبالهم عيالي. حتى في الدوام يروحون يقولون حق اختي والله بنت نور تجنن. قلها بنتي انا، انا تعبانه فيها، بس عادي بناتي. الله يخليهم ويحفظهم ان شاء الله. الله يعطيهم الصحه والعافيه. ما في يعني تفكير معين ان ترجعين للمربع الاول والاعلام كاعلاميه قدمت مثلت البحرين خير تمثيل؟ ما فكرتين؟ اي في شيء انا حاسه انه راح يصير قريب ان شاء الله. على الكتاب بعيدا عن شنو سأله عشان تعطيه؟ سأله ان رسمت رسمه معينه، ان انا قاعده اقابل شخصيات معينه. والله صح ابو محمد، وحطيته في صندوق الابداعي. هاي بعد جزء من الكتاب حطيته، ونفس اليوم تابعني احد الكتاب الكبار. زين. واستوعبت انه هو يعني عنده شركه انتاج، وكلمني المعد قال لي ودك ترجعين للإعلام؟ نفس توني حاطه كل شيء نفس اللحظه اي بنفس الفكره. فقلت له اي ليش لا، فانا حاسه ان في شيء قريب راح يصير ومتعلق بالكتاب. تكفين حطي اسامي انا ومحمد. وين البوكس؟ بس عطوني البوكس. شو لي صور انا حاطه لا تنسينا يعني. يعني نور بكل صراحه بكل شفافيه، يعني دائما احنا ممكن الاعلاميين نتهم ان نحاول نطلع الجانب المشرق في حياتنا امام الكاميرا. أيه. نتهم بهذا الاتهام. انت ما شاء الله قاعده احسك وانت ويانا مفعمه بالامل، مفعمه بالحياه، بالحيويه. هذه انت طبيعيه بحياتك كذي ولا بس؟ أيه. يعني احنا برنامج بس شنو صراحه يعني اللي تشوفه مر في شيء وايد حزين ومؤلم واكتئاب، ويعني هاي الإيجابية. أنا عارفك من زمان نور، بالعكس كنتي مفعمة من زمان. بس لأن مثل ما قلت في الإعلام يعني لا صباح الخير لازم أطلع وأنا مبتسمة، بس كان وراء كان في وايد في ألم وفي حزن وفي ضياع وفي وايد أشياء واكتئاب، يعني كل الأشياء السلبية ممكن نقول عالجتها بالكتب. فهاي اللي قاعد تشوفونه يعني خلينا نقول نتيجة لظروف أنا حطيت نفسي فيها، مو ظروف حياتية بس فكرية، معتقدات وواتيفر إت إز. حلو. فلها سبب طلعت إنه بهالشكل، لأن استوعبت إن الحياة ترى بس إنك تكون مستمتع، يعني إحنا اللي عقدنا نفسنا بنفسنا
بس دائما يقولون اللي يعني كرس حياته حق القراية وكذي الطفة وايد أشياء من المجتمع والثقافة الاجتماعية. فصار الموضوع ولا أنت قاعد تروحين وتواصلين؟ أتواصل يعني أعطي وقت محدد ساعة ساعة ونص كل يوم أقرأ، لأن استوعبت لما أنا أقرأ للأشخاص أحس بشعور وايد حلو. فلما أحس بشعور وايد حلو وايد أشياء حلوة تصير، بس أعطيهم وقت معين وباقي الأوقات لا أسوي أشياء ثانية. زي ليش حملتي نفسك مسؤولية أن تقرين مثلاً كتاب وتنقلين شرحه إلى المتلقي؟ ليش ما تقرين تكتفين بنفسك مثلاً؟ لأن شفت ردود أفعال الناس إن شلون حياتهم تغيرت بسبب الكتب. دخلت عالم مع ناس من السوشيال ميديا وقالوا لي قصصهم ومآسيهم وشلون إن تعالجوا من أشياء معينة بسبب كتاب، أو واحدة كانت علاقتها مثلاً سيئة مع أخوها من خلال كتاب معين صارت أفضل، واحدة كانت وايد سلبية صارت إيجابية. فحسيت إن ترى الناس محتاجة، يعني في ناس أثروا فيش خلوش تقرين كتاب أنت ما كنتي تدرين عنه. إيه في منهم. شنو أي كتاب؟ قواعد العشق الأربعون. هو ما نصحوك فيه؟ انصحوني فيه. في بداية الأمر ما كنت أقدر أقرأ، ما كان في كونكشن. هذا جلال الدين. بعدين بعدين في حال يعني صار الموضوع متبادل ما بينك وما بينهم. صح. يعني فلأنك اكتشفت أن الكتب عالم ثاني، غير أنها ثقافة وتعطيك كلمات وتخليك إنسان لبق، تعالج وايد أشياء، تخلي الناس الشخص يجاب النفس أكثر، لأن التغيير يصير من الداخل مو من الخارج. بس قواعد يعني قواعد العشق الأربعون في شوي معدوات، في شوي أنا أقرأ خلينا نقول شيء جميل، كتاب جميل استمتعين فيه. أستمتع فيه يعني أنا أعشق. هو تبريزي وما تبريزي؟ شمس التبريزي. صحت الصياح لما توفى كلها تأثرت بالكتاب. تأثرت ممكن تبكين وكذي؟ أنا ما صدقت إن أنا يعني أنا تبي صدق كنت أروح كنت أرد له مرة ثانية. إيه والله وناسة والله صحت الصياح. يعني شكو كان طالعون مسلسل لما إحنا نتأثر ونبكي؟ لأني بلا حالة شعورية معينة. وايد حلو الكتاب، حلو حلو. يعني ممكن الكتاب يأسرك يقيدك بحالة نفسية معينة. شيء عالم ثاني. هو الخروج من مثل ما قالت في مرحلة 30 من العمر أنا خرجت من البوكس. هو كان مرحلة خروج قاعد يعيشها طلع من الخروج هذا. قواك الله شرفتينا نورتينا. قلت يتم قبل شوي إن باكر في ويانا إن شاء الله. أنت ويانا باكر إن شاء الله. إن شاء الله. شرفنا فيك. مشاهدينا يعطيك العافية وكل عام تبخير. مشاهدينا الكرام راح نتواصل معاكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل وضيوف إن شاء الله رائعين وممتازين في غبقة الحمراء. تابعونا.